ودلوقتي هنروح على بيروت عشان نشوف مقابلتنا مع الفنانة شيراز اللي حسمت في لقائنا معاها مسألة تشبيهها بالفنانة إليسا. ده غير تفاصيل فيديو كليب عن أغنيتها الجديدة، فخلونا نتابع مع بعض التقرير اللي جاي مع شيراز. انا اسمي شيراز، يعني اليوم نحن غير انه من رافقك ببيروت ومن رفقينك بعمان، عم تشاركي بمعرض العروس بعمان وهذه السنه الثانيه على التوالي يلي بيعملوا في هذا الايفنت. قد ايه مبسوطه اليوم؟ وخبرينا هيك عن التكريم اللي حصلت عليه من هالمعرض. اول مره بكون موجوده بسلطنه عمان. كثير حلو الفاشن شو اللي صار والبرفورمانس اللي غنيتها. بعرف منا هينة تطلع اليوم غنية تنعرف بكل الميدل ايست، يعرفوها العالم، يعني الابعاد عن الريجون اللي نحن فيها، مش بس انه سوريا ومصر ولبنان، لا كل العالم العربي بيعرف الغنية. سو عن جد بيكبر قلبي وهذا الشيء بيشجعني لحتى اشتغل اكثر على الموسيقى اللي عم بقدمها. كيف بدك عني تغيب يا حبيبي لما تغيب، انا كيف بدك عني. وحاليا عم تحصد شيراز نجاح اغنيتها الاخيره سهر سهر. يعني انا ما تنسى سهر سهر قد اخذت مني شغل كتصوير وتسجيل وماركتينج، هدول كلهم شغل عليهم انا بنفسي. انا صار لي اسبوع برا لبنان فما كثير عم بقدر اخذ الفيدباك مثل ما لازم. وكشفت عن مفاجأة خاصة لأربود. صورت فيديو كليب ما حدا بيعرف عنه شيء نهار الجمعة اللي فات، والمخرج هو وليد نصيف. صورت أغنية مروان خوري، كلمات وألحان مروان خوري الفنان الكبير، وبتنزل على فالنتاين إن شاء الله. بجد حقيقة أنا عايشة معك أحسن. وكيف ردت شيراز لما سألناها عن تشبيهها بالفنانة إليسا؟ ما بيعني لي، لا. شخصية إليسا بتزعجك؟ ما خصني، ما دخلني، بتصطفل. وكانت خجلانة كتير لما سألناها عن البوي فريند المنتظر. بركي ما بدي أقول السؤال. فيك تنسحب؟ مبين على عيونك لا. لا ما في. لا ما في، هلا لبس احمر. ايه على فكره هي ثاني مره بلبس احمر بخلال اسبوع واحد، بس لا ما في. قمر بدور على نجمات الليل وبزوقهم بالفرح. اسمعوا اغنيتي الجديده شو بعمل بهالقلب، هديه مني لالكون على فالنتاين. وين جنونك وين هواك؟